مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة حلقة بداية الأسبوع، إن شاء الله هتكون حلقة مميزة وهتكون حلقة غير عادية. حلقة غير عادية علشان النهاردة فعلا كان يوم غير عادي. النهاردة النادي الأهلي بيتوج بجائزة نادي القرن الأفريقي والنادي الأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط من سنة 2000 لغاية وقتنا الحالي 2020. طبعا دي كانت في دبي، ودي جوائز جلوب سكر العالمية اللي النهاردة كان كابتن محمود الخطيب متواجد عشان يستلم هذه الجائزة. هيكون أكيد لينا كلام كتير جدا جدا عن هذا الاحتفال الكبير العالمي، هنتكلم مع حضراتكم فيه بالتفصيل. وطبعا يعني شيء يدعو من الفخر وشيء يدعو السعادة ان احنا يعني جزء صغير جدا من هذا الكيان الكبير جدا اللي وصل على المستوى العالمي، وبقى النادي الاهلي يضاهي الانديه العالميه. هنتكلم بتفاصيل على جلوب سكر واحتفاليه النادي الاهلي واستلام النادي الاهلي جائزه نادي القرن والاكثر تتويجا في خلال ال20 سنه اللي فاتوا.